هعمل معاكم دلوقتي مشروب التوت الدافي. جو ده عايزين بقى حاجه كده ايه دافيه تبقى حلوه ومختلفه وفي نفس الوقت برضو تدفينا. تعالوا نشوف ايه هي المقادير. عندي التوت المشكل، عندنا كمان النعناع، الليمون، الجنزبيل الفريش، وعندي الشاي الفتله، الجنزبيل او هاتوا شاي التوت المشكل برضو بيطلع حلو جدا. تعالوا نشوف اول حاجه كده عايزه اعملها ايه، وهي ان انا احط معاكو كده حاجه. بصوا هنحط هنا الليمون وهحط التوت بقى المشكل بتاعنا. بصوا بالشكل اللذيذ ده، والجنزبيل. لو عندنا طبعا طبق التقديم بقى الحلو بتاعنا اعمله كده طبعا اهو كده، وبعدين هنزل بقى هنا الايه الفتلة بتاعتي، وهجيب الشاي او المية بقى السخنة وهنحطها. الله على الريحة، مش عايزة اقول لكم تطلع عاملة ازاي اهو. انا هنا هحط في كل كوباية توت مشكل، بس انا هعمل كده عشان ما عنديش هنا جار شكله حلو. اوكي، فايه فهضطر ان انا احط في الكوبايات اقدم فيها على طول كده. مش عايزه اقول لكم بتطلع حلوه ازاي. في كل كوبايه بقى نحط واحد جنجر عشان ما تبقاش حاميه قوي اهو، بس تبقى لذيذه كده، وبعدين ياخدوا بقى قطمات كده الناس تطلع حلوه قوي اهو. والنعناع بقى بتاعنا الجميل اهو. مش هحط ال ده بقى كمان لو اتقدم في جار كده حلو هيبقى روعة. تعالوا نجيب بقى صينية للتقديم شياكة خالص اهي، وايه احط لكم هنا مع التقديم برضو شوية توت عشان لو حد حب ياخد حاجة اكسترا مع النعناع كده. وتعالوا